تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. نخدم هذا الوطن المعطاء ونسهم في تحقيق رؤية الحكومة اللي هي شو الرؤية حاليا؟ بارك الله فيكم، نجلس في بيوتنا، نعم نجلس في بيوتنا، نستمتع في بيوتنا، نمتنع نهائيا عن الطلعة والروحة والردة في هذه الفترة إلى أن تستتب الأمور إن شاء الله، ونخلص ونعدي مرحلة فيروس كورونا المستجد الكوفيد 19. فهذه رسالة راح أذكركم فيها إن شاء الله كل يوم، رجاء رجاء التزموا بيوتكم. وأظن القرارات شفتوها اليوم بدأت تطلع تدريجيا بخصوص الإغلاق لبعض الأماكن، وحتى يخلون الطلعات بس في السيارات، وحتى في السيارات بارك الله فيكم مو ضروري بعد، ما في داعي تطلعون، قاعدوا في البيت فترة بسيطة، وبعد هذا إن شاء الله راح تلاقون إن الأمور تسوي سليم، ترجع نفس ما كانت، ونريد نستمتع بحياتنا بشكل طبيعي. هذا برنامجكم برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. في البداية نرحب معاي بالإخراج أيمن سرحيل. أبو نوح صباحك ورد. أبو نوح أنا مدش الاستوديو يعقم كامل المنطقة، يعقم كله، يرش فوقي شي ويعقم الطاولة ولا ينظف لي مايكات حليلة والسماعات كله، يسوي تعقيم كامل كامل، يعني يضمن إنه فيه لو أنا أبي أي شيء من برا ما راح يدش الاستوديو، راح يموت، راح ينقتل على باب الاستوديو. ومعاي اليوم في التنسيق ميرا المري، يعطيكم ألف عافية، وهذه محدثتكم دكتورة ندى الملة. إن شاء الله أكون معاكم على مدى ساعة على الهواء، ندردش فيها، ناخذ اقتراحاتكم، ناخذ عندكم إشاعة طبية سمعتوها تبون تعرفون عنها، أسئلة بخصوص فيروس كورونا المستجد أو أي موضوع ثاني، فنحن أكيد حاضرين. مثل ما دائما نبتدي مع أسماء الجناحي وجديد السوشيال ميديا. السوشيال ميديا في الفترة ما شاء الله تي ملغمة بالمعلومات، إلا ثلاثة أرباعها غلط وربعها فقط صح للأسف، وإحنا الحين دورنا نحارب المعلومات الخاطئة. أسمى صباحك ورد. صبحكم الله بالنور سو دكتورة، عليك على كل المتابعين إذاعة نور دبي، حياك الله. نأخذ دولة بالأشياء اللي صارت في قنوات التواصل الاجتماعي، طبعا الأوسمة اللي ترند، كل الأوسمة اللي لها علاقة بفيروس كورونا المستجد. لكن هناك ثلاث أشياء صارت في أمس الفترة المسائية، وهي ثلاث أخبار. الخبر الأول يقول وزارة الصحة والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات تقرران إغلاق مراكز التسوق لمدة أسبوعين قابلة للمراجعة، وتلزم المطاعم بالاقتصار على خدمة استلام الطلبات وتوصيل، ويسري ذلك بعد 48 ساعة، يعني ساعات ويطبق هذا القرار. أيضا من الأخبار الثانية أن وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات تهيطان بجمهور المواطنين والمقيمين والزائرين الالتزام بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة أو لدواعي العمل أو التجول بالسيارة الشخصية، مع الالتزام بكمامة الوجه والإرشادات الصحية. أيضا الخبر الثالث يقول الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات وهيئة الطيران المدني تقرران تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى الدولة لمدة أسبوعين، ويسري ذلك بعد 48 ساعة. هاي ثلاث أخبار مهمة طلعت تقريبا من 7-8 ساعات، نعم، وطبق بعد 48 ساعة، نقص منهم يعني 40 ساعة. أيضا هناك من الأشياء اللي تم إعلانها في هيئة الصحة عن شواغر مؤقتة لمدة 6 شهور قابلة للتمديد، طبيب أخصائي باطنية، أمراض معدية وممرضين. فاللي عنده يعني شهادات مرخص أو أنه عندهم الترخيص صحابي يكونون جزء من هذا الشيء ممكن يشاركون معنا. أيضا اليوم نطلع في نقل مباشر من الساعة 1 اليوم على تويتر لايف، إنستغرام لايف، فيسبوك،
نتكلم عن فيروس كورونا المتجد وأمراض الجهاز التنفسي. يعني هاي مجموعة من الأشياء اللي يعني قاعدة تصير فيها خلال الفترة 24 اللي طافت والساعات الجاية. ونختمها برسالة صباحية اللي تقول: لتكون قائد متميز عليك أن تعمل دائما على تطوير مهاراتك أو تتابع التطورات بشكل مستمر وأن تواكب ذلك التطور. ودمتم بصحة وسعادة. وانت بصحة وسعادة يا أسمى، شكرا لك، حبيبتي نهارك سعيد. طبعا مثل ما قالت أسماء، الإجراءات الاحترازية اللي تتبعها الدولة بما فيها تعليق الطائرات، طيران، خطوط رحلات الطيران، بالإغلاق المطاعم، تقنين عمل المطاعم والمولات وغيره وغيره، كلها إجراءات احترازية. أرد أقول لا داعي للخوف، ما في داعي نخاف ونهلع ونفكر ونطلع إشاعات بناء على هذا الخوف. لا لا يا جماعة، الأمور طيبة، إجراء احترازي حماية لصحتنا. أنا أشوف الناس من تخاف تطلع إشاعات أكثر. الناس في أشخاص يشتغلون على الخوف هذا، يستغلون هذا الخوف ويطرشون مسجات ويسوون ويطلعون كلام غير صحيح، فلا داعي للخوف. ورندو يقول خذوا المعلومة من مصدرها الصحيح. من أسمى الجناح وجديد السوشيال ميديا راح نروح إلى التغذية، راح نتكلم على المكملات الغذائية لمرضى الزيارات المنزلية ومتى تعطى، مع أخصائية التغذية الأستاذة فاطمة الخروصي. صباحك ورد يا فاطمة. أهلا حبيبتي، صباح النور والسرور والعافية إن شاء الله. الحمد لله، حياك الله. خبرينا شو عن المكملات الغذائية. إن شاء الله، بس بداية أشكر حكام دولة الإمارات على جهودها الجبارة داخل وخارج دولة الإمارات وعلى شعب دولة الإمارات ومقيمينها تعاونهم بالبقاء في البيت. أيضا بالنسبة لي مثل ما تفضلتي بالمكملات الغذائية مرضى الزيارات المنزلية، تعرف أن احنا نسوي زيارات منزلية لبعض كبار في العمر والناس المرضى بشكل عام، حتى كانوا أطفال، وعندنا بعض المكملات الغذائية هاي تعتمد على هل هذا الشخص بالضبط يعني يحتاج هذه المكمل ولا ما يحتاجه. فيكون بعض الأشخاص عندهم مثلا ما توفر لهم الوجبات المناسبة لهم، أو تكون مثلا كميات الأكل اللي داخل جسمهم تكون جدا قليلة، فالطاقة اللي يأخذونها خلال اليوم جدا قليلة، وبالتالي يدخل الإنسان إلى سوء تغذية. فيكون مثلا وجباته ما يأخذها عن طريق الفم، ممكن يكون يأخذها بعد عن طريق التغذية الأنبوبية. احنا نقصد في الأنبوبية اللي هو عن طريق التغذية الأنبوبية من الأنف للمعدة، أو من الأنف إلى المصران، أو من البطن إلى المعدة، أو من البطن إلى المصران. في بعض المغذيات أو المكملات الغذائية مهمة جدا، خاصة أن مرضى السكر مثلا يحتاجون دائما إلى النشويات أو الكربوهيدرات اللي استخدامهم لها تكون كميات معتدلة وتحسب على حسب احتياج المريض. لكن في بعض الكبار في العمر عندهم صعوبة في أن تكون الكمية هي كلها متوفرة في وجبته، فبالتالي يكون عنده ممكن يكون هبوط أو تذبذب في السكر عنده، فبالتالي يحتاج إلى مكمل غذائي يساعد على أنه يرفع من نسبة الكربوهيدرات، أو يساعد على أنه توصل بنسبة الكربوهيدرات داخلة في جسمه والطاقة بشكل صحيح، فنضيف له هاي المكملات الخاصة. أيضا في عندنا بعض الأشخاص اللي يعانون من مرضى الكلى، سواء كانوا على الغسيل ومعتمدين على الغسيل أو الغير معتمد على الغسيل، في عندنا بعض المكملات الغذائية للأشخاص اللي معتمدين على الغسيل تكون لازم تكون البروتين، تكون مكملات غذائية عالية من البروتين والسعرات الحرارية والفيتامينات والمعادن من فوليك أسيد أو فيتامين باء. أحيانا الشخص ما يقدر يوفرها في الوجبات أو ما يقدر يأخذ كميات كبيرة، فهالمكمل الغذائي يساعد على أنه يحصل على كفاية من المغذيات. من بالأشخاص اللي هم ما يعتمدون على اللي هو الغسيل يحتاجون إلى بعض المكملات الغذائية، وإحنا نضيف لهم إياه إذا شفنا أن وزنهم أقل عن الطبيعي. وهذا المكمل الغذائي يعتمد على أن يكون البروتين قليل ويكون عالي من السعرات الحرارية، بحيث أنه يرفع السعرات الحرارية ويزيد الوزن، لكن البروتين ما يكون عالي عشان ما يأثر على وظائف الكلى. في أشخاص عندنا دائما داخلين في سوء تغذية بسبب قلة الشهية، بسبب مشاكل مثلا صادفتهم بسبب عمليات جراحية أو أي نوع من الأسباب تخليهم يدخلوا في سوء تغذية، يحتاجون مكملات غذائية تعتمد على أنه يكون المكمل الغذائي عالي البروتين وعالي السعرات الحرارية، بحيث أنه يوصل للطاقة اللي يحتاجها اليومية وتعوض على الفاقد اللي صار له من خلال هاي الفترة اللي صارت فيها مشكلة سوء التغذية. عندنا أيضا من الأشخاص اللي ممكن إحنا نضيف لهم
بعض المكملات الغذائية اللي عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي بسبب سوء امتصاص، مرض مزمن عندهم أدى إلى سوء امتصاص بعض المغذيات من الأطعمة اللي هم يتناولونها. فبالتالي نحاول إحنا نعوضهم عن طريق مكمل غذائي سهل الامتصاص، توصل المغذيات الأساسية للشخص بشكل متكامل من جميع النواحي، سواء كانت بروتين أو نشويات أو فيتامينات ومعادن يحتاجها الشخص عشان ما يكون عنده أي نقص في المغذيات. أيضا عندنا مرضى الكلى، مرضى استغفر الله العظيم، مرضى اللي هم السرطان، اللي هم دائما يتعرضون للعلاجات الكيماوية، فيحتاجون لمكمل غذائي عالي من البروتين، وفي مضادات أكسدة ترفع المناعة، أيضا فيها سعرات حرارية عالية إذا كان نقص عنده مثلا الوزن خلال فترة العلاج، فهذا المكمل يساعده على التعويض. في بعض الأشخاص خاصة كبار في العمر اللي هم دائما طريحين الفراش أو ما يتحركون، ما يتفسيون بعض الالتهابات والجروح والتقرحات، عندنا منتج يضاف لبعض وجباتهم السائلة عبارة عن فودر، يضاف كبروتين ونوع معين من البروتين يساعد على التئام الجروح، ويساعد على التئام الجروح والقروح، وحتى حماية الشخص مستقبلا من أي تقرحات الفراش لو كان معتمد عليها أو مستمر عليها بشكل طبعا بعد بشكل مستمر بعد استشارة أخصائي التغذية. في بعض الأشخاص ممكن يكون عندهم مثلا احنا نقول عندهم ارتجاع مريئي أو على طول الارتجاع عندهم بسبب شربهم مثلا للسوائل، فعشان هاي السوائل ما يصير لأي ارتجاع والأكل ما يكون لأي ارتجاع ويدخل في مشكلة مشاكل في الرئة أو دخول السوائل على الرئة، عندنا بعض المنتجات اللي تساعد على أن تخلي السائل شوية غليظ، بحيث أن مجرد أن يشرب الشخص يجمد في المعدة وبالتالي ما يصير عنده الارتجاع. في النهاية طبعا هي فائدتها جدا مهمة، اللي هي التغذية الأنبوبية أو التغذية المتكاملة عن طريق المكملات الغذائية، لأن تحد من المضاعفات اللي تصير للأشخاص بعد عمليات جراحية، وتساعد على رفع مناعة الجسم وتحميه من الإصابة بالعدوى أيضا، وتحسن أيضا من قوة العضلات وبنائها، وتسرع أيضا من شفاء الجروح والتقرحات اللي تصيب الإنسان، وأيضا تقلل من مدة البقاء الشخص دائما في المستشفى سواء كان أو في البيت بدون حركة، وتساعد على أن تحسن من الصحة البدنية للشخص والصحة النفسية. ممتاز، شكرا لك أستاذة فاطمة الخروصي أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي، مداخلتك معنا اليوم بخصوص المكملات الغذائية والزيارات المنزلية، شكرا لك. حياك الله. الله يحييك. رح نطلع إن شاء الله فاصل، بعد الفاصل نواصل صحة وسعادة. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة، للتواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. بما أن كل يوم أنا أسولف معاكم وأقول لكم عن الكورونا وشي، أشكر فريق الإعداد في هيئة الصحة، قال دكتورة بنعطيك فقرة كاملة سولف فيها مثل ما تبين، ما كان عندي وقت أسولف بين الضيوف، قالوا بنعطيك فقرة كاملة، يلا جزاهم الله خير ما يقصرون، شكرا. وهذا يدل على ثقتهم أن الكلام اللي أقول لكم إياه إن شاء الله يوصل لكم ويكون مفيد ونستفيد منه، ويساعدنا كلنا إن شاء الله أن احنا نوقف كصف واحد لنتجاوز هذه الفترة. اليوم نتكلم عن موضوع جدا مهم، وانا اخترت هالموضوع بناء على الحالات اللي تمر علينا او متعاملين يمرون علينا في العيادات، كوننا نعمل في قطاع الرعاية الصحية الاولية في مركز هذا الحمر الصحي، فيمرون علينا ما شاء الله يوميا عديد من المتعاملين. السؤال الاكبر اللي نسأل دكتورة عن الفحص المخبري، منو لازم يسويه، متى لازم نسويه، كم ياخذ، شو طبيعة هذا الفحص المخبري وغير، ونصايح بشكل عام. مهم جدا يا جماعة، أنا حابة أول شيء أنوه أن كل كحة وزكام لا يعتبر كورونا ولا يحتاج فحص مخبري. إحنا دائما نستقي معلوماتنا من المصادر الرسمية، إحنا في 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 كطاقم طبي، من التشريعات في دولة الإمارات العربية اللي تطلقها وزارة الصحة وهيئة الصحة بدبي والصحة أبوظبي، زائد اللي نستقيها من منظمة الصحة العالمية، منظمة الصحة العالمية WHO أو مركز الأمراض المعدية CDC. طبعا بما أن الكورونا الحين هو الموجة الرائجة، فتلاقي هالمواقع الرسمية دائما هناك تحديثات بخصوص الإجراء الفحص المخبري.
التوصيات تكون إن الأشخاص اللي مفروض يطبق عليه أو يتجرى لهم الفحوصات الطبية بشكل عام، نتكلم بشكل عام وليس بشكل خاص، بشكل عام الناس اللي جايين من بلاد معينة خصصتها منظمة الصحة العالمية كبلاد نسبة الإصابة فيها عالي، فبالتالي الناس اللي جايين من هالبلاد خلال 14 يوم مع أعراض نسوي لهم الفحص المخبري، نسوي لهم الفحص. زائد الناس طبعا المخالطين لحالة موجبة، يعني في حالة موجبة أكيدة عندكم لا سمح الله، تتواصل معاكم هيئة الصحة أو صحة بضبي أو وزارة الصحة وتقولكم أنتم مخالطين لحالة موجبة، سير العيادة وسو الفحص. بشكل عام خارج هالفئتين احنا نعتمد بشكل كبير على حتى الحدس، الطبيب ترى عنده حدس معين لما يجي المريض. الناس اللي نحسهم تعبانين حتى لو هو مو مسافر او هو مو متاكد هل هو خالط حاله موجبه او لا، بس تعبان من الاعراض اللي يوصفها او من طريقه شرحها، ممكن احنا نسوي له الفحص كاجراء احترازي يتسوى له. فهذه رساله للجميع انه اذا الطبيب انت رحت للطبيب وما عندك اي شيء من ما عندك ما تنطبق عليك هالشروط وما عندك اعراض وحالتك زينه وصحتك تمام وما في اي سبب يخلي انه نجري لك الفحص، يقول والله بس ابغى اطمن. والطبيب قال لك ما يحتاج، اذا انت شاك ممكن تسوي حجر وطلعت اعراض ممكن اسوي لك بعدين الفحص. نبغى التعاون من المتعاملين في الخصوص، لان ادري بعض المتعاملين، انا ادري هناك قلق بخصوص الفيروس، كل واحد يقول انا ما ادري منه خلط. طبعا اذا تشتغل او طلعت برا خلط مع الناس ما تعرف انت هذا كان عنده ما عنده، هل هو موجب او ما موجب، مو موجب، هل انت مريت يوم شخص كان عنده، انت ما تعرف كل هالاشياء. فعشان شي إذا الدكتور نصحك إن أنت مثلا أنت شاك إن احتمال حد كان عندك تعبان وقال لك ما عليك إحنا بنعطيك إجازة تقعد في البيت في حال ظهور أعراض تعال ونسوي لك الفحص، نبات تعاون يا جماعة من المتعاملين، لأن إحنا في النهاية إحنا الأفيد لنا إن إحنا نسوي كثر ما نقدر نسوي فحص، نسوي فحوصات، لأن كل ما فحصنا أكثر كل ما قدرنا نكتشف الفيروس أكثر، بالتالي نعزل هذه الأشخاص وبالتالي نقلل من تشارف المجتمع. فتأكدوا تماما ما في دكتور بيقول لكم لا ما بسوي لك الفحص مجرد أنه ما يبغى يسوي لك الفحص، أكيد هو اعتمد على حكم الطبيب بحكم خبرته والأعراض اللي قاعد توصفها والقصة اللي أنت قاعد توصفها. فلا تحاتون، إذا الدكتور عنده شك ولو 1% أنت تستحق رح يسويك الفحص أكيد من غير أي سؤال. الفحص عبارة عن مسحة، المسحة تكون من الأنف والحلق، أحيانا مسحة تأخذ فقط من الحلق أحيانا فقط من الأنف، يسوى في العيادة، يتم المسحات يتم عملها في غرفة خاصة. أتوقع الناس اللي سووا مسحات شافوا أنه في غرفة خاصة، مو بعشان أي شيء، في بعض الناس عندهم خوف يدشون، لا الغرفة هي غرفة عادية لكن مزودة بفلتر خاص، هذا الفلتر مخصص انه يشفط كل البكتيريا وكل الفيروسات، بالتالي لا يتم الفيروس في المكان، لانه طبعا لما نسحب المسحة ممكن الانسان يعطس، ممكن الانسان يكح، فعشان ما يطلع هذا الرذاذ على الاسطح هناك فلتر خاص موجود في هذه الغرف. فاحنا نقول للمتعاملين لا تخافون، لو قالوا لكم اقعدوا في الغرفة في ناس ترفض تقول بوقف الممر، لا ما بتخني، لا تخافون، الغرفة مخصص مجهزة بفلتر خاص الهيئة دافعة عليه عشان تكون هذه الغرفة للحالات اللي عندها احتمالية أن يكون عندها أي نوع من الفيروسات سواء كورونا أو غيره لمنع انتشار العدوى. الآن بعد الفحص شو مفروض أنا أسوي؟ إذا الدكتور قالك أنت لازم تسوي الفحص، معنى الدكتور شاك أن أنت احتمال ممكن يكون عندك فيروس كورونا، ممكن يكون طبعا ما عندك، لكن دائما نحن لحماية المجتمع بعد الفحص تأكد من طبيبك شو الإجراء التالي، لا تسوي الفحص وتروح، تأكد من الطبيب. بالعادة الطبيب سوف يعطيك إجازة تقعد حجر منزلي في البيت إلى أن تطلع النتيجة، إذا أنت لازم تسوى لك الفحص تأكد من الطبيب واسأل الطبيب عن تعليمات الحجر المنزلي، دكتور عطني التعليمات، في تعليمات تعطى بالعربي وبالإنجليزي إن كيف مواصفات الحجر المنزلي هذا. النتيجة تطلع بالعادة خلال 24 إلى 72 ساعة، قد تطول أكثر حسب الضغط على العينات عندنا، لكن إحنا نشجع كل المتعاملين ما يجون العيادات عشان يتابعون النتيجة، لا يا جماعة قعدوا في البيت، نزلوا تطبيق هيئة الصحة اسمه DHA موجود في جوجل بلاي والأب ستور، نزلوا سجلوا فيه مثل ما قلت من قبل، ممكن في خطوات شوي طويلة للتسجيل، الغرض منها فقط هي التأكد من هوية المتعامل. أنا طبعا
انت لو سجلت فيه ويعني سجلت امورك تمام انت راح تدخل على الملف الطبي الخاص فيك. فاذا انت ما كنت نفس الشخص هاي مشكله كبيره، انت تشوف الملف الطبي والمعلومات والمواعيد والتحاليل وغيرها وغيرها، فتلاقون شوي خطوات طويله. بس انا اطلب منكم انكم تعطونا شويه وقت وتسجلون في التطبيق وتتابعون في التطبيق. اذا ما ظهر عندكم التحليل، اذا ما ظهر معناه للحين مو بجاهز. في كثير من الناس ترى تقول دكتوره ترى التطبيق فاضي ما في، اذا مو موجود معناه التحليل مو بجاهز، وقت ما يجهز بيكون موجود في التطبيق. هاي معلومه جدا مهمه ابغى الكل يعرفها عشان ما تردون تجون عيادات، واحنا ما نباكم تجون عيادات لاسباب غير طارئه. فاذا ما موجود التحليل ما شفتوه فاضي معناه ان التحليل الى الان لم يجهز. فان شاء الله نكون غطيناكم الفحص المخبري. طبعا عندكم اي سؤال انت شاك مو بعارف هل يطبق عليك او ما يطبق عليك، هناك خدمة طبيب لكل مواطن، تتصلون عن طريق تطبيق هيئة الصحة تاخذوا موعد وتسألون الدكتور عن طريق الهاتف، دكتور انا عندي هالاعراض او انا رحت هالمكان او انا رديت من هالمكان او انا سافرت او انا شاك ان انا مخالط لحالة، هل يطبق علي الفحص المخبري ام لا يطبق؟ خذ الاستشارة من الطبيب وتأكدوا. مرة ثانية أقول لكم إذا الدكتور عنده شك ولو 1% أن أنت ممكن تكون مصاب أو خالط شخص مصاب راح يسوي لك التحليل من غير كلام. فإن شاء الله نكون غطيناكم إجراءات الفحص المخبري، وأي سؤال تواصل معنا عن طريق الهاتف أو عن طريق المسجات. إحنا راح نطلع إن شاء الله فاصل، بعد الفاصل سنواصل صحة وسعادة. صحة وسعادة ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. للتواصل على 600-551-414 ورسائل النصية على 4006. راح نواصل الحين مع الموضوع الأهم المرتبط بفيروس كورونا المستجد الكوفيد-19 وهو الحجر المنزلي. وأنا أدري إن في كلمة الحجر كلمة شوية صعبة، والله أوعدكم قاعد ندور مرادف ثاني لها، لكن اليوم راح نشرح لكم شو يعني ليش الحجر المنزلي. طبعا لان الحجر المنزلي يعتبر من الوسائل الناجحه التي تطبقها الكثير من دول العالم لمنع انتشار فيروس كورونا بين افراد المجتمع والحد من الحالات المرضيه التي يمكن ظهورها باعداد كبيره في ظل الانتشار السريع للفيروس. الحديث عن الحجر المنزلي يكسرنا يكون معنا عن طريق الهاتف الدكتور وليد الفيصل استشاري الصحه العام بهيئه الصحه بدبي. صباحك ورد دكتور وليد. صباح الخير وصباح الصحة والسعادة. حياك الله. لاحظ دكتور مقنيك عن طريق الهاتف، ما في تجمع في الاستوديو، انت في مكتب واحنا مكتبنا، كنا معزولين عزل، ما في حد، ما في تجمع. دكتور وليد التباعد الاجتماعي. نعم دكتور وليد، عندك اول شيء قبل ما نبتدي انا احب دائما ابتدي اذكر المستمعين ما هو فيروس الكورونا وكيف طريقة انتشاره، وبعد هذا ندخل إن شاء الله على الحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي. نذكرهم أول شيء. البداية هو المرض مثل ما ذكرتي كوفيد-19 وسببه فيروس كورونا المستجد، وهي فيروسات كورونا معروفة سابقا إلا أنه ظهر نوع جديد منها لم يكن معروف سابقا، يعتقد بأنه انتقل من الحيوان للإنسان في سوق ووهان بالصين. وطبعا الأعراض بصورة عامة تتمثل بالحمى والسعال وضيق النفس، وممكن أحيانا يكون المرض مرض خفيف جدا وبسيط، وفي بعض الحالات بيكون شديد وخاصة عند كبار السن أو عند الناس اللي هم عندهم بعض حالات الأمراض المزمنة مثل الداء السكري وأمراض القلب. نعم دكتور، تفضل دكتور وليد. ممكن نتكلم عن طرق الوقاية بصورة عامة. نعم نتكلم عن طرق الوقاية بصورة عامة وندخل هناك على أهمية الحجر المنزلي. تمام. ما يتعلق بالعلاجات، يعني حاليا ما بتتوفر علاجات نوعية للمرض، وما يستخدم من علاجات هي العلاجات العرضية، يعني التعامل مع الأعراض حسب شدتها. وما يذكر يعني اليوم يذكر الكثير عن العلاجات التجريبية مثل استخدام الهيدروكسيكلوروكين والأزيثروميسين، وفي تجارب واعدة يعني على فائدتها في معالجة الحالة، وأدوية أخرى كانت تستخدم بالنسبة للإنفلونزا كمان ما زالت تجرب، ولحد اليوم لم تحصل على موافقة من هيئة الدواء والغذاء العالمية.
الطرق الوقاية طبعاً إذا بدنا نتحدث عن الوقاية باللقاح، كمان اللقاحات اليوم ما زالت هي عبارة عن تجارب على اللقاحات، يعني لم يحصل أي لقاح اليوم على موافقة لاستخدامه بشكل عملي. وممكن إحنا من المناسب إنه نذكر يعني إنه التجارب على اللقاحات تحتاج إلى فترة طويلة لا تقل عن سنة، يعني 12 شهر على الأقل، لحتى نقدر نقول إنه حصلنا على لقاح فعال. ما يتعلق بطرق الوقاية الفعالة اللي هي الوسائل الذهبية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تتمثل في غسل اليدين لمدة 20 ثانية على الأقل بالماء والصابون، وفي حال كانت اليدين نظيفتين ممكن نستخدم الفرك اليدين بالجل الذي يحتوي على نسبة 60% من الكحول. أيضا تجنب التماس مع المرضى الذين يشكون من أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا مثل السعال والعطس، واستخدام آداب السعال، يعني في وضع اليد في وضع المنديل على الفم والأنف أثناء السعال والعطس، أو استخدام المرفق المثني وليس اليد العارية التي ليس فيها منديل. وطبعا إذا كان استخدمنا المنديل يجب التخلص من هذا المنديل بالطريقة السليمة. إضافة لذلك طبعا هناك وسائل إضافية للوقاية مثل الطبخ الجيد للأطعمة بصورة عامة، وعدم استخدام الأطعمة النيئة، والتماس المحمي مع الحيوانات الأليفة. بمعنى أنه إذا اضطرينا للمس الحيوانات فيكون بواسطة القفازات أو اللجوء بعد التماس إلى غسيل اليدين بصورة جيدة ومناسبة وبالطريقة الصحيحة. ممتاز. نتكلم دكتور عن الحجر المنزلي. أول شيء لازم نلاقي مرادفة ثانية لهالحجر، كلمة الحجر تخوف الناس، يحسون إنه شيء وايد يعني كبير، فنفسر لهم شو يعني حجر منزلي، ومنو لازم يطبق على الحجر المنزلي، وكيف نتبع إنه في ناس عبارة الحجر المنزلي بس أقعد في البيت، لا شو الشروط الواجب توفرها عشان يكون حجر منزلي صحيح يسهم في تقليل إصابة أو نقل الفيروس. يعني ممكن نستخدم إذا بتحبي دكتورة البقاء في المنزل، البقاء المنزلي، البقاء الإلزامي بالمنزل، البقاء الإلزامي في المنزل طبعا لازم ندرك أهميته، ومشان هيك احنا بنميز بين ثلاثة أنواع من البقاء في المنزل. يعني أولا اللي هو الحجر الذاتي اللي يستخدم للناس الأصحاء اللي هم كانوا على تماس مع حالات مؤكدة من مرض فيروس كورونا، وبين العزل المنزلي اللي هم اليوم احنا ننصح الحالات البسيطة من الأمراض اللي عندهم أمراض بسيطة انه كمان البقاء في المنزل، وأيضا الناس اللي هم ما عندهم أي أمراض كمان اليوم هلأ بدنا لحتى نحاول نحد من انتشار العدوى في المجتمع انه كمان ننصحهم بالبقاء في المنزل. وبالتالي الحجر يستخدم لأصحاء، العزل يستخدم لمرضى، وهي يعني في غالب الأحوال عم يصير خلط بين المفاهيم. صح. العزل بيتم على المرضى والحجر بيتم للأصحاء. وبالنسبة للبقاء في المنزل، في حالة البقاء المنزلي اللي هو الحجر الكارنتين، بيكون عند الناس اللي هم على تماس مع حالات مرضية ولمدة 14 يوم. وليش هي مدة 14 يوم؟ لأنه 14 يوم هي فترة الحضانة. صح. اللي خلال هالفترة هاي بيكون في حال الشخص تعرض لعدوى وتطور عنده حالة مرضية معينة ناتجة عن الفيروس يمكن أن تظهر خلال فترة 14 يوم. بعد 14 يوم ممكن نسمح له في المغادرة إذا لم تظهر أعراض. طبعا خلال البقاء في المنزل يجب الالتزام بعدم المغادرة، ويجب الالتزام بأنه عدم السماح بالزيارات. نعم. وبالإضافة لذلك تطبيق وسائل الوقاية الفردية بغسل اليدين واستخدام القواعد التنفسية، وحفظ في حال يعني في أفراد آخرين من الأسرة ممكن يكونوا موجودين في المنزل، فالحفاظ على مسافة على الأقل مترين
من الأشخاص الآخرين، بالإضافة لاستخدام أدوات خاصة وحمام منفصل والنوم في غرفة منفصلة. نعم دكتور، لو في حد بيطبق عليه الحجر المنزلي، كيف ممكن يجهز نفسه للحجر المنزلي؟ طبعا بما انه يعني مطلوب منه عدم المغادره، فهو بحاجه لادوات معينه، بحاجه لادويه، بحاجه لاغذيه صح معينه. فالادويه والاغذيه هاي بيعمل بالاتصال التليفوني يحصل عليها، يعني في مؤسسات معينه ممكن تامن هيك نوع من الخدمه، او عن طريق الاقارب اللي هم ممكن يامنوا له اياها، ولما بيوصلوا على البيت يضعوها على الباب، وهو بيفتح الباب بعد ما يغادروا بيدخلها لداخل البيت. دكتور بس عن إذنك، عندنا مكالمة، مستمع حاب يتواصل معنا. صباح الورد أخوي أبو سيف. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام، هلا فيك، تفضل. الله يجزيكم الجنة على هذا البرنامج الأكثر والرائع. آمين أجمعين إن شاء الله. دكتور الله يعطيك العافية، أنا عندي استفسارين. بالنسبة للاستفسار الأول، في مادة دعائية بتعطينا أنه بخبر سلامة أنها الكمامة غير مجدية في الوقت الحالي. نعم. وبنفس الوقت مستقبل إحنا من برق الإمارات رسائل إنه الالتزام فيكون في كل سيارة 3 أشخاص ماكسيمم، والخروج للضرورة القصوى. نعم. وعند الخروج لا يجب أن يكون كل شخص واضع الكمامة. فهل يا ترى الكمامة هي فعلا شيء مجدي ولا غير مجدي في الوضع الحالي اللي إحنا فيه؟ ممتاز. السؤال الثاني، المريض في شوي عنده مشكلة في المناعة. نعم. ويتعاطى اللي هو البريدنيزولون اللي هو من الكورتيزون. كورتيزون. هل نعم، هل يؤثر عليه هذا المرض، أو هل يكون جسمه قابل لاستقبال الكوفيد 19، ولا في عنده يكون حرص أنه ما يأخذ الفترة هذه؟ نعم. الكمية المجبور يأخذها كل يوم اللي هي تقريبا 20 ميلي جرام من البريدنيزولون. ان شاء الله ابو سيف تسمع ان شاء الله الجواب. شكرا لتواصلك معنا. شكرا. الله يجزيك الجنه. الله يخليك. شكرا دكتور وليد. بس موضوع الكمام، نوضح موضوع الكمام، منو لازم يلبسه، يعني عشان الناس تكون عندها فكره واضحه. بالبدايه شكرا للاخ الكريم، الحقيقه اثار مجموعه من النقاط المهمه جدا. فيما يتعلق بالكمامة، هي لا ينصح فيها للناس اللي هم ما عندهم أي أعراض تنفسية. ينصح فيها للشخص اللي عنده أعراض من السعال والعطش. نعم. بالإضافة لأنه 3 أشخاص للمحافظة على المسافة اللي ذكرناها، في حال النوع الثالث من البقاء في المنزل هو الشخص اللي لا يخضع للحجر ولا للعزل، هو إنسان عادي طبيعي ينصح صح. مثلا بالعمل من المنزل. الشخص يمكن أن يخرج في حالات ضيقة جدا لتأمين الاحتياجات الشخصية صح. وعند خروجه يجب أنه يراعي بعض القواعد، مثلا يحافظ على مسافة معينة من الأشخاص لا تقل عن متر، في حال شك أنه أحد معين عنده سعال أو عطش أو أعراض تنفسية أخرى. وبالتالي 3 أشخاص في السيارة تعني أنه في بعد معين بين الأشخاص، في حال عم يتحدثوا، عم يتبادلوا أطراف الحديث، من أجل أنه إذا كان في فيروسات عم تنتقل نقلل للقدر الأدنى من انتقال الفيروسات. طبعاً يعني لازم نذكر للإخوة المستمعين والأخوات المستمعات في تطبيق أشد الحالات صرامة في المجتمع، ممكن يعني نكون واثقين أنه ممكن نمنع العدوى إلى حد كبير، ولكن صحيح. لا نستطيع أن نكون واثقين 100%. صحيح. بالنسبة للسؤال الثاني اللي يتعلق بالبريدنيزولون، الحقيقة 20 ميلي جرام هو الحد اللي بيخلينا لازم نتخذ إجراءات الحماية للأشخاص اللي هم بيتناولوا الدواء. طبعا دواء البريدنيزولون ما بنقدر إحنا نقلل من كميته صح. إلا وفق التعليمات الطبيب المعالج، وخاصة إنه ممكن يكون عنده حالة معينة تتطلب هالجرعة. بالضبط. على الجانب المقابل يجب إنه نتخذ عنده إجراءات الحماية مثل ما بنعملها، يعني هو يعتبر إنه مناعته
ناقصه، وبالتالي ممكن يتعرض للحاله الشديده من المرض في حال اصابته بالعدوى. صحيح. والمهم جدا هون منعه من تعرضه للعدوى، في الجلوس في المنزل، البقاء في المنزل، الممارسة أساليب الوقاية اللي ذكرناها من غسيل اليدين والقواعد التنفسية والمحافظة على مترين على الأقل من الآخرين واستخدام أدوات خاصة وحمام منفصل وغرفة منفصلة. يعني هالأشخاص يجب حمايتهم إلى حد بعيد من العدوى. إذا صحيح. قلنا اللي منطبق عليه البقاء بالمنزل من أجل الحجر، إحنا منشوف إنه عنده الفيروس، الأشخاص اللي عندهم عم يتعاطوا بريدنيزولون إحنا ما بدنا الفيروس يوصل لهم، بدنا نحميهم من وصول الفيروس لأي شكل من الأشكال. صحيح. إن شاء الله يكون جاوبنا بشكل كافي على سؤال أخونا أبو سيف. دكتور وليد، أثناء الحجر الذاتي أو الحجر المنزلي للأشخاص، شو الاقتراحات، اقتراحاتك لأشياء ممكن يسوونها خلال هالفترة؟ يعني الفترة بالعادة الحجر يكون 14 يوم للشخص، شو تقترح عليهم ممكن يستغلوا وقتهم في الفترة؟ يعني نقطة مهمة كثير دكتورتنا العزيزة. يعني كثير من الناس عم نشوفهم على وسائل التواصل الاجتماعي انه بيعانوا من الضجر والملل في هالفترة، صح؟ بالتالي يمكن نقترح عليهم بعض الاقتراحات، مثلا تبادل اطراف الحديث مع افراد الاسرة عن فيروس كورونا المستجد، شرح للاطفال اللي موجودين في المنزل وطمأنتهم عن الحالة والوضع، وانه عند الاطفال ممكن يكون اذا اصيبوا بالعدوى فرح يكون المرض خفيف جدا. نعم. واتباع الروتين اليومي في الحياة وممارسة الرياضة، يعني ممارسة الرياضة في المنزل كمان من الأشياء اللي ممكن تكون ملائمة، والتفكير الإيجابي تجاه المصاعب اللي ممكن نتعرض لها، وتذكر المصاعب اللي تعرضنا لها في الماضي وكيف إنه إحنا رح نتغلب على هالمصاعب بإذن الله مثل ما تغلبنا على المصاعب في الماضي إن شاء الله. استمرار وكذلك أيضا الاستمرار بالتواصل عبر الهاتف، عبر البريد الإلكتروني، عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع الآخرين، والتبادل الطمأنة وليس التخويف الحقيقة. صحيح. وإثارة الذعر بين الناس. يعني أنا بحب أقول للناس أنه يعني لازم يكون في طمأنينة بيناتهم في المجال، بالإضافة لأنه مثلا في بعض الأشخاص اللي نتيجة ظروف العمل، ظروف الحياة وصعوبتها والمشاق اللي بيلاقوها فيها، ممكن يكونوا حرموا من ممارسة بعض الأشياء اللي يحبوها، فممكن تكون هاي فرصة البقاء في المنزل هي فرصة ملائمة ومفيدة، وممكن نمارس فيها بعض أنواع الهوايات مثل القسم، القراءة، عزف الموسيقى. صح. وهالأشياء هاي كلها بتساعد على تغلبنا على هالفترة هاي، اللي نتمنى كلياتنا أنه نخرج منها بأقل ما يمكن من الأضرار. صحيح صحيح. شكرا لك دكتور وليد الفيصل استشاري الصحة العامة بهيئة الصحة بدبي، مداخلتك معنا اليوم بخصوص أهمية الحجر أو العزل أو الجلوس الصحي في المنزل بنسميه مثل ما يقول أيمن، للوقاية وتقليل انتشار مرض كورونا المستجد. شكرا لك دكتور، نهارك سعيد. شكرا ويعطيكم ألف عافية. الله يعافيك. طبعا يا جماعة تلاحظوا احنا الدولة كلها مستنفرة بخصوص الحجر أو العزل، أو ما بنقول عزل، الحجر أو البقاء في المنزل، لأن أثبت أنه أفضل طريقة لتقليل الإصابة ونشر كورونا المستجد. أمس وصلني من إحدى الدول العربية الشقيقة، مسوين مثل شيء بوستر عن طريق الواتساب، حلو بس المعلومة مالته شوي كانت صعبة، إن ليش الحجر المنزلي زين؟ شو اللي يستوي يا جماعة الخير؟ ليش إحنا بنحجر الناس؟ ليش ما نقعد الناس في بيوتها ما نخليهم يتجولون؟ الفكرة جدا بسيطة، اللي يستوي لو لا سمح الله شخص نرمز له بحرف الألف، هذا عنده فيروس كورونا المستجد وما يعرف إنه عنده فيروس كورونا المستجد، طلع هو قاعد ببيته، طلع راح لين دوامه، خلال روحته للدوام وقف عند المحطة، خذ شاي، ركب السيارة، راح الدوام، اتمشى في اللوبي مال البناية اللي هو يشتغل فيها، سلم، ركب المصعد مع مجموعة من الأشخاص لما وصل المكتب ماله وقعد، بعد فترة طلعت عليه الأعراض. هذا الشخص الموجب الحين كيف احنا نقدر نشوف كل الناس
خلص البرنامج ما اعطيتني فرصه اسولف وايد، بس ابي اخلص اخر نقطه. كيف نقدر نسوي تقول تريسينج لكل الناس اللي مر عليهم لما نزل المحطه وخذ كوفي وشافها وكح وكان في حد عداله والكاشير والثاني والعامل يصب البترول، هذول كلهم ما نقدر احنا نحصلهم، ما نقدر نحصل هذه الناس، بينما نقدر نحصل منه طبعا اهله في البيت يشتغلون معه في نفس المكتب. فلما الناس تقعد في البيت نمنع هذا الانتشار الغير اللي ما نقدر احنا نسوي له تريسينج او ما نقدر نتبعه. احنا وصلنا نهاية برنامجنا، برنامج صحة وسعادة لليوم. اشكر لكم استماعكم، شكرا لك ايمن سرحين، شكرا لك ميرا المري، شكرا لك دكتورة ندى الملة، انا كان عندي فقرة بشكر نفسي. وان شاء الله انا التقيكم انا الاسبوع الجاي، اقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.